شباب اخباركم؟ مرحبا، وين البسكي الساحر الاماراتي؟ شو اخباركم؟ شرفنا احنا قاعدين نصور البودكاست ونعمل كم من خدعه ونعلم فيها. عندكم بقى 5 دقائق ممكن تقعدوا معنا ولا مستعجل؟ هو بس انا جوا مطريني. يلا زين برا، اوكي دقائق معنا حبيبي. اوكي عندك لي مجموعه الوان كريونز ممكن تحصل عليها من اي مكتبه. حلو، اللي ابغاك تسوي، انا حقول حلف وجهي، ابغاك تاخذ قلم من القلامة هاي وتحطه في ايدي وانا لافف وجهي وتخبي الباقي، فانا مش عارف اي وحده في ايدي واي وحده الباقي اللي عندك، وانا حلف وححاول اخمن اللون اللي حطيته في ايدي. فانا حكون واقف، طلع لون من غير ما انا اشوف، تحطه في ايدي. اوكي، انا حلف، بعد ما تخبي تقول لي عشان نالف. اوكي، انت اخترت لون، انت اللي اخترته وخبيت الباقي وانا ما اعرف. اللي ابغاك تسويه، ابغاك انك اللون تشوف ايدي وتكتب اللون على ايدي. اوكي، بعينك بس من غير ما تقول لي اللون. تشوف فوق شويه اللون. اوكي، مش لون فاتح، يجي على لون غامج. اللون اللي اخترته لون البنفسجي. مثل ما شفتوا معانا عملنا حركة الألوان، حخبركم شلون تقدروا تفكير العالم عن طريق الألوان. اللي بعمله بعطيه حق الشاب الألوان، تقول له طلع لي لون من ال 12 لون وأنا ما حشوف. حقوم وحتلف وجهك وما حتشوف، هو حيختار لون، هو حيطلع لون، هو حيحطها في ايدك. فتاخذ لي لون ايد. انا اللي قاعد اعمله دحين، انا بعد شويه مثل ما شفتوا في الحركه انه انا قدمت ايدي اساس انه يقراها في ايدي، صح؟ بس ايش عملت؟ انا يوم انه اعطاني اللون وانا ورا ايدي، لو تشوفوا معايا اللون هنا في ايدي، انا قاعد اجيب الصبع هذا وقاعد الون على ظفري. اوكي، فيوم تجيب ايدك كذا قدام وتقول له اقراها في ايدي، انت هنا قاعد تشوف اللون على صباعك وهو مش عارف، قاعد تقراها، فانت عارف اللون. دحين تلعبها وما تستعجل، تلعبها وتاخذ راحتك وبيلد اب، تبني عليها، تقول اوكي فكر معايا، اللون مش لون غامق، اللون مش لون الاسود، اللون لون فاتح، اللون فيه لون ايش اللون اللي على ايدنا، اللون الاصفر، في حرف الفاء، في حرف الراء، في حرف الالف، اللون هو اللون الاصفر مثل ما قاعد تشوفه معانا على صباعي. فهنا انت كمان عرفت اللون ايش بحركه المان ريدنج والالوان. نعمل التريك، ممكن يجوا يشوف، ممكن تخبرهم، يعرفون صح؟ Terminator, The Godfather, Titanic. 3 movies. أبغاك تختارين موفي من الثلاث موفيز in your mind. أوكي؟ اخترتي Titanic صح؟ تبغي تغير رأيك ولا تبغي تكوني مع Titanic؟ Titanic is fine. إذا بيجي تركزي معايا الحين على الظرف قبل ما تجلسي، كان مكتوب شيء أبيك تقرينه. أنتي you will be picking Titanic. تبغى تعرفي كيف؟ تبغى تعرفي كيف؟ نعلمها كيف؟ يلا. أنا يوم طلعت الثلاث أفلام طلبت منك انك تختارين فيلم من الثلاث افلام، اختيار عشوائي، احنا مش متفقين على شيء صح؟ انت اخترتي تايتانيك، ممكن انت كنت تختاري ذا ترمينيتر او ذا جود فاذر، فمش انه انا ضامن انك انت حتختارين تايتانيك. احنا ما في غسيل دماغ، هي تريك، هي خدعه. انت يوم اخترتي ذا تايتانيك انا قلت انه مكتوب على الظرف ايش؟
تايتانيك. فرضا هي كانت مختارة The God Father. أنت لو كنت قايل The God Father أنا كنت حقول لك هيك، لأنك لو كنت مختارة The God Father كنت حقول لك أنت اخترت The God Father. في الظرف هذا في بعد بوستر موجود، البوستر اللي موجود جوا هو كمان The God Father، صح؟ شو لو كانت مختارة The Terminator؟ الحين احنا عرفنا two of the three options لو كنت مختارة. لو كانت مختارة The Terminator كنا حنقول لو كنت مختارة تايتانيك ما كنت حتصيبي، لو كنت مختارة The Godfather كان حيكون إكس، ولكن اخترتي The Terminator وهاي اللي كنت حتخسر. نايس؟ حبيتي؟ من بكرة ممكن تأخذ أربع صور وتعمل نفس اللي عملناه مثل ما أنتوا تعلمتوا والناس تعلموا. It's very simple, very easy. Maradona celebrating and the gold's gonna be given. اليوم هلا يا عمك يلا ستر بس ده ما في شيء صار. يلا ستر انا ما اعطيتك بزنس كارد. لا ما ابي بزنس كارد، ما هذا شغلك خوف ما دام هذا شغلك. مثل ما شفتوا والحركة اللي عملناها وخبرنا فنان عظيم عندنا عبد الرحمن العقل وزائد العالمي اللي هو مارادونا. مارادونا انجن، مارادونا اللي معصب ودائما مشاكل ودائما يضرب الناس وكو إلى آخره، هذا خبرناه وحضرناه وات واز فيري بيوتيفل. احنا بس محتاجين السترو، الحركة وما فيها ان انت مثل ما شفتوا مع مارادونا انت عندك السترو بس عندك قطعة زيادة، قطعة زيادة. أوكي؟ القطعة هاي أنا إيش ليش القطعة زيادة؟ الحركة كيف كانت مثل ما شفتوها مع مارادونا؟ أنا أخذت الاسترو، الحركة إنك أنا مثل ما شفتوا مع مارادونا إن أول شيء قلت مارادونا ما في حاجة في تمنا، صح؟ وأساساً ما في حاجة في تمك، تاخذ هاي لأن أنت راويت تمك فاضي تبغى تراوي إيدك فاضين. أوكي؟ القطعة هاي في تمك إيدك فاضين، تنزل راسك أساس ما يشوفوا الناس اللي حولك. هي جوا دحين عندك القطعة الأساسية، حتمسكها هنا. قبل ما تمسكها هنا القطعة اللي جوا تأخذها جوا أسنانك، تمسك عليها بلسانك جوا أسنانك، بس هذا كله وانت مسكر تمك. مارادونا مو شايف، بعد ما اخذت القطعه ايش عملت؟ القطعه سبتها ترمي نفسها كذا وبعدين بلساني هنا هنا طلعتها تعطيها للشخص تراويهم لسانك عادي لانها هنا مش مبينه. الحركه اللي لازم ما تنسوها انك يوم تمسك السترو هنا لازم ترفع ايدك شويه، ليه؟ عشان انك تبين للمشاهد او اللي قاعد يشوفك انها دخلت داخل، لانك مثل ما قلنا اه تسمعني طارق مايك شغال سامعك.